اين راه شرح لكم ان اللاعب في الاول هو اللي بدا، وكان الرئيس هو بين اليوم اللاعب هو اللي بغى يمشي. ملي جينا من قطر، ووسط قطر كان دار مجموعه من الممارسات اللي معروفه على من حالي داخل الكونفيرمو كذلك. انا غنمشي في حالي، انا اخر ماتش عندي معكم، انا هادي جلس مع سميتو عطاو. دابا المشكله هو ان اللاعبين تيبقاو يسمعوا لبعض الوكلاء، لان النظام القانوني ديال الوكلاء الان اصبح يعني لا يليق ولا يصلح باش يكون يعني نظام ناجع ولا نظام شفاف في توكيل اللاعبين. زعما خصو التغيير في اقرب وقت، لان ناس عندهم بطاقه ديال انترميديير لا يفهم ما لا يفقهوا في القانون، لا يفهم في القانون، لا يفقهوا في القانون الرياضي، وكلشي باغي يدخل في الصفقات، وكاين اللي تيعيط للاعب تقول يعطيني موندا 24 ساعه، يعطيني موندا 48 ساعه، وشحال من وكيل خرج على اللاعبين ديالو، اللاعب ديالو. ف سي بن حليم المهم بدا على الرغبه ديالو كذا، هذا جلسوا معاه، زاد جلست معاه الكوميتي، زاد واحد المبلغ، شويه جلسوا معاه المره الثانيه زاد واحد المبلغ. المهم اصلا المبلغ اللي تيطالب به دابا اللي صرح به تيقول 280، تيتكلم على العقد كله، هو تيتسال جوج ديال الاشطر اللي فيهم 140 70 70. علاش قلت المبلغ؟ لانه هو صرح بمبلغ، خصني نوضح. جلسنا معاه، خرج هو الاعلام تيقول لهم عطاوني 10 المليون، حشومه تقول بحال هذا الكلام، لان 10 المليون هذيك راه غير جزء، قال لك غنعطيو لك دابا ومن بعد غنعطيوك بعد 15 يوم في الشهر، على حساب 45 مليون. وصلنا مع حتى 60 مليون، 20 20 20، يعني ياخذ 20 دابا 20 من بعد، وشهر 3 من 20 شهر 6 او شهر 5، وتيقول لهم عطاوني 10. هذه مغالطة الاولى. المغالطه الثانيه هو انك تتكلم على مفاوضات وعلى عون قضائي دخل وعلى داروا لي وفعلوا لي. من بعد الناس يقولوا تيلومونا، تيقول لك علاش خليتو حتى لو 31؟ انا غادي نجاوب على هذه المساله القانونيه. اول حاجه الاخوان الجماهير اللي تتقولوا لنا عطيو السيد رزقه، سمعونا مزيان نقول لكم واحد جوج كلمات. راه الطرف ديال اي عقد كاين خاص الاحترام ديال، انا خصني نحترم الالتزامات التعاقديه ديالي، والطرف الاخر خصو يحترم الالتزامات التعاقديه ديالي. العقد اللي تيكون بين اللاعب وبين النادي فيه جوج ديال الصفات القانونيه، انه عقد شغل وعقد رياضي تخضع القانون الرياضي. في العقد الشغل تيقول لك بانه الاجير اذا ارتكب خطا جسيم يتم فسخ العقد بدون تعويض. كذلك في القانون الرياضي، ان القانون اللاعب، ان اللاعب اذا ارتكب خطا جسيم يتم فسخ العقد بدون تعويض. هذا قانون. انت باعتبارك انت كلاعب عندك الاهليه القانونيه وعندك سن الرشد ماجور فاكسيني، خصك تكون عارف بانك ما خصكش ترتكب خطا جسمي. حنا بالنسبه لنا وصلنا لو 31، الماده 18 من قانون ثقه اللاعبين تتمنعنا ان نفسخوا العقد داخل الموسم، خصنا نفسخوه داخل البيريود الاولى ولا البيريود الثانيه. البيريود الاولى تتبدا من 20/7 حتى ل 31/7، والبيريود الشتويه تتكون من 20/1 حتى ل 31/1. فاحنا بقينا تنتسناو هذا اللاعب باش يعطينا، جبنا لي اوفر، جاتو اوفر من فريق قطري واعاره من فريق مصري، السيد ما باغي يفسخ بطريقه وديه كما فسخوا باقي الناس، كيف فسخ عمر بوطيب، كما فسخ ساميهين، كما مشى الحافظي، كما مشى بانون، كما مشى سفيان الرحيمي، كما مشاو الناس كاملين. السي بن حليم عنده كلمه واحده، المستشارين ديالو مرات يقول لك انا المستشار ديالي هو فلان، واحد الشخص ما عنده لا علاقه بالقانون لا والو، تيهضر بالقانون في فيسبوك. واحد مرات يقول انا الوكيل ديالي هو الفلان فلاني، والوكيل ديالو بالفعل حضر معاه وسمع كل شيء على ود ليه. يعني السيد راه اذا وصلنا لواحد المرحله ديال ان اللاعب
لا المدرب داك ما بقاش ما بقى عندي ما ندير به، لانه السيد قدام المدرب قال لي ما فندوه، قال السيد سلم علينا وقالنا بالسلامه والمسامحه وكل شيء. اللاعب ما بقى عنده يعني هو كشخص ولا داخل المنظومه ديال الراجل ما بقاش عنده دور، يعني ما بقاش يمكنش يكون. فبالتالي كان عنده جوج ديال الخيارات، اما انه غيمشي على الوعد اللي قال في الاول وغنسدوا هذا الدوسي، اما غادي نسخوا معاه العقد، لانه خاصنا اللائحه ديال الجامعه عامره وخاصنا ندخلوا لاعبين وما عندناش الحق. اسمعوا الجماهير تقول نعطيو السيد رزقه، راه ما عندناش الحق نفسخوا عقد ديال شي لعاب خارج لا بيريود، خارج هذيك الفتره ديال لا بيريود. واحد، زوج، اللاعب حنا ما قلنا ليه حتى شي حاجه، ما عندناش مشكل، ما عندنا حتى مشكل، عطينا الشيء طلب اتفقنا عليه، ولكن باش تطلب بالمبلغ كامل اللي ما لعبتيش، انت عندك جوج ديال الاشطر وتطالب بالاشطر ديال شهر 6 وتطالب بالاجر ديال شهر 6 اللي باقي ما لعبتيش، راه ما يمكنش. زائد انت ارتكبتي اخطاء جسيمه اللي تعاقب عليها لا قانون الشغل ولا تعاقب، يعني تعتبر قانون الشغل بمثابه فصل تاع فصل بطريقه باراده يعني بدون تعويض، وكذلك بالنسبه للقانون. غيقولوا لي الناس راه يقدر، ما عندناش مشكل اذا كان تخليق تخليق اسمعوا الناس، اذا كان تخليق المؤسسه غيتقام علينا ب 280 مليون ما عندناش مشكل، لان سي بن حليم اخلاقيا ما بقى عنده حتى شي تواجد في النادي، بلا ما نقول شنو تيقول، بلا ما نقول السب اللي تيقول، بلا ما نقول في المجلس ديال التاديبي باش سبني انا شخصيا ملي كان غادي خارج. والغريب في الامر هو تيخرج الاعلام وتيقول لهم شي حوايج ما نقدرش نقولهم، داروا ليا فعلوا ليا. نزيد حاجه في راسي مصطفى اللي تيقول، اذا السي عصام ربما عنده شي مكالمه. واش مالو؟ تفضل تفضل السي عصام. اللي كان الاخير، المجلس اللي كان الاخير ماشي مجلس من اجل الفسق، كان مجلس استماع، كان مجلس الاستماع، وتنعرضوا عليك اخطاء اللي ارتكبتي وانت تتجاوبنا عليهم. الناس اللي تيقولوا مشاو ضغطوا عليه باش يفسخ، لا ما مشيناش عنده حنا باش هو يفسخ، نعم. مشينا عنده باش حنا نفسخوا باش نعطيو المسطره ديال الفسخ الصفه القانونيه. سامعنا عليه، ارتكبتي هذه رفضتي تمشي لهنا، رفضتي تركب الكار، سبيتي، قذفتي، ما بغيتيش دير كذا، جاوبنا عليهم، كلشي جاوبنا عليهم، وقع، قلنا له وقع، ما بغاش يوقع، كان حاضر مفوض، جابوا لي عم مفوض، واش تقول شكون هو أول واحد جاب مفوض قضائي السي مصطفى؟ هو. وسي عصام غنتفاعل معك، نتفاعل معك على القضيه ديال بن حليم. راه كتعرف انت استاذ قانون ومحامي تبارك الله، حيت كاين فرق بين الكونسي ديسيبلينير وكاين فرق بين لو دغوا. ياك متفق معايا؟ غير بالنسبه للسي القضيه ديال السي بن حليم، حيت كاينين هذا شعور، ما كندافعش على اللاعب ولكن غير باش توضح لينا، ربما نكون انا خاطئ، حيت كاينين شي لاعبين واطور دازوا عندكم راه ما دربوش وما لعبوش وخذوا الحق ديالهم. واش فهمتي اش بغيت نقول؟ ايه اشرح لينا شويه، اشرح لينا. ما كتشابه حيت القضيه كتشابه شويه مع بن حليم شويه. لا شرح لي والله ما فهمت مزيان السؤال. لا قلت لك انا بغيت نقول لك قال لك السي عصام، قال لك الاخ مصطفى يعني بتفاعلا مع الاراء ديال البعض يعني من الجماهير الناس اللي كتبوا زياده بن حليم، قال لك زعما قالوا بان دازوا لعابه في الراجا يعني ما ضربوا التاباس وخذوا فلوس صحيحه. اذن بن حليم زعما بالنسبه لك زعما من الجامعه مشاو خذوا من نقل التلفازي، ما خدامش، ما عطيتهمش لهم مع الراجل. هذاك راه حقكم، هذاك النقل التلفازي راه ديالكم، بحال اللي خلصتوهم انتم سي عصام. بيان سور تا هو يمشي ياخذو الى خداه. حنا اصحاب حق، حنا بالنسبه لنا ارتكب خطا جسيم. شوف شنو تنقول لك، حنا ديال المسطره ديال المناقشه في الموضوع. الى تحال الملف، الى مشى بغى يختار هو يمشي لنزاعات الشغل، غنجاوبو في النزاعات. كل خطا جسيم عندنا ليه الدليل، كل خطا ارتكبوا عندنا ليه دليل. بغي يمشي في الطريق ديال المنازعات الرياضيه، اي خطا جسيم عندنا ليه دليل. الى حكمت المحكمه ولا حكمت لجنه المنازعات ولا مشى الملف 13، مستعدين باش نخلصوه. الى كان الثمن ديال تنقول لك تخليق الوسط
ديال الرجاء من العناصر التي تشوش والتي تسيء الى الصوره ديال الرجاء مستعدين حنايا نخلصوها بهذاك الثمن، ما عندناش مشكل. ولكن يبقى الوسط ديال الرجاء يبقى وسط في احترام متبادل بين الجماهير، في عناصر اللي تحترم اللوغو، اللي تحترم ليماج ديال الرجاء، اللي تحترم لي زوبليغاسيون التعاقدية لهذا، ما عندناش مشكل. عصام في هذا الملف ديال بن حليب باش نقفلوه، يمكن كنتو تفاعلتوا مع بلاغ، يمكن كان خبر صحفي وتداول كذلك يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نسب انكم يعني البعض يعني كيقول بانه يعني كان تحريض بعض يعني الاشخاص باش يمشيو يهاجموا بن حليب ويعني ويضغطوا عليه الى غير ذلك. فين وصل ذاك الملف ديالكم والتعليق ديالك على ما كتب وما نشر حول هذه المساله ديال التحريض ديالكم على بن حليب، بعض الاشخاص باش يهاجموا بن حليب؟ اذا يبدو السي حسن السي عصام ربما عنده اذا بارطاجيو يا خويا مره اخرى وطرحوا الاسئله ديالكم، غنطرحوها كلها، راه معنا السي عصام وعنده الوقت، اي اسئله الله يخليكم طرحوها، وحنا راه شوف حنا غنهضروا على الفلوس وغنهضروا على كل شيء يا اخوان، لان هذا البرنامج كما قلنا. تفضل السي عصام. قلت لك عصام بغينا الرد باش نقفلوا هذا الملف ديال بن حليب بالتعليق ديالك على خبر اللي كان تداول اعلاميا وتنسب نسب اليكم ان يمكن شي جهات في الرجاء حرضات بعض الاشخاص باش تهاجم بن حليب، بغينا التعليق ديالك على هذه الواقعه وشنو ردك الفعل ديالكم؟ هذه الواقعه سيدي حنا راه حطينا شكايه بصاحب المقال وبالجريده اللي تنشر فيها الخبر، لانه هو بعدا هذا الصحفي غيكون سمعها من عنده. علاش؟ لان السي بن حليب في الجلسه ديال اللي جلسوا معاه باش يتفاوضوا معاه ما كنتش حاضر فيها انا، قال هذه الكلمه، قال بان صيفطوا لي ناس بالسيوفه يضربوني وكذا وهذا، ومثل هذا الكلام كثير حاله، فالكوميتي ما خداهاش بعين الاعتبار، يعني عارفين بن حليب. فمن بعد خرج الخبر في احد الجرائد، ف يعني بالله عليك السي مصطفى، واش حنا خدامين في البلطجه في عندنا نمشيو نصيفطوا؟ والغريب في الامر هو ان صاحب المقال اتهم لي زولترا واش تيسمعوا لشي حد بعدا ولا تياخذوا الامر من عند شي حد؟ ولي زولترا واش تيرتكبوا العنف ضد اللاعبين؟ فما عمر شي لاعب تعرض للعنف من طرف لي زولترا، ماشي حشومه تخرج خبر بحال هذا. واللي ملي سولنا نائب الرئيس مصطفى الحنان عيط لوالي الامن قال لك ما تعتقل حتى حد وما كاين حتى شي حاله، والدائره في جميع الدوائر الامنيه، بمعنى هذا هو كذب وبهتان، بمعنى صحافي تتسمى صحافي بين قوسين وتتقول هذا الكلام وتتتهم يعني اعضاء من الكوميتي بانهم يحرضون الجماهير على ارتكاب عنف ضد لاعب. دابا بالله عليك واش هادشي يستسيغو العقل؟ ماشي حشومه، ماشي عيب. صحافي ملي تياخذ الخبر ديالو تحت هذا الخبر هذا، عرفتي خصو يكون عندك المحضر بعدا، المحضر اللي تقول فيه واثبتت حسب مصادر التحقيقات صرح احد المعتقلين او الموقوفين بان احد الاعضاء ولي كان كلام العقلاء منزون على لعبة السي مصطفى. نعم. وحنا راه مشينا للقضاء باش كل واحد بما اننا كنتكلموا على المغادرين، بغينا نعرفوا غير الوضعيه ديال بالهرود والمكعازي،